مساء الخير حسن، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المشاهدين في تغطية مباشرة لفعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020. اليوم هو يوم عمل عديد الاتفاقيات اللي تم ابرامها في شتى المجالات. كان حاضر اليوم صباح رئيس الحكومة اللي يحكي على صورة تونس وعودتها الى العالم من خلال ثلث العالم اللي حاضر في المؤتمر هذايا، بعثات دبلوماسية ورجال الاعمال وغيرهم. بالنسبة لليوم ما نجموش نصيغوا ارقام لانه الارقام قاعدة تخدم عليها خالية، اكثر ديتاي نجمو تصيغوه مع مراد الفرادي اللي نجم يحكي لنا اكثر على اهم ما جاء في اليوم الثاني للمؤتمر. مرحبا سي مراد. اهلا وسهلا. دونك اليوم ما نجموش نحكيو على ارقام، لا كما قلت الحقيقه عدت زملائك ما نجموش نحكيو على ارقام، وشفت برشا ارقام البارح معناتها اللي يفرقش من بين مليار ومليون واحد. انا واحد منهم راهو بيسالش جاي توا رئيس الحكومه بعد نسوه صحفيه باش يعطيو حوصله كامله على الارقام بكل، وكيك تبدا عندكم المعلومه الصحيحه ومن بعد كان نجموا نقعدوا معناتها نحكيو مع بعضنا باش نعطيو التفسير نتاع الارقام هذيا. خاطر اليوم وقت تسمع حد يقول لك مليار اورو ولا مليار دينار، شنو هو تمويل؟ هو هيب، هو تمويل مشاريع كان يتقدموا له مشاريع. دونك هذاك عليه العباد سمعت الارقام هذيا وبدات فما لخبطه كبيره صارت. احنا باش تجي الندوه الصحفيه وانا بدي برشا زملاء قلت لهم ما نسمعش روحي حتى باش نعلن على حتى الارقام، خاطر قاعدين نخدموا عليهم في الندوه الصحفيه باش يعطيوا ارقام دقيقه واضحه ويفسروا معناتها الارقام هذيا شنو يقصدوا بها الصناديق معناتها الماليه ولا غير ولا الدول واللي قالت باش مول ولا باش تشارك ولا باش تعاون تونس. وفما زاد الحاجه المهمه برشا، فما عده اتفاقيات وشراكه ما بين في القطاع الخاص، وهذيك اللي احنا فرحين بها، فرحين زاد بالبعد اللي رجعت لتونس، اللي البيرو ريجيونال نتاعها رجع لهنا، مينيموم 200 بوست دومبلوا. هذه انونس كبيره برشا سمعتوها قبيليك وقت فيغ معناتها مع الاول وقت اللي صارت كونفرنس دو بريس ولا ماضي ساعه. هذه حسب رايي اون دي بلو بيلز انونس وقت ترجع للبعد. تعرف معناتها رجعت للبعد معناتها النوتاسيون نتاعنا باش تحسن، معناتها بحثوا عملوا دي ديو ديليجنس في تونس وشافوا الكونترول، راهو ثبتوا السيكوريتي، ثبتوا برشا حاجات ولقاو راهو تونس باهي. وهذا سي اون انونس كبيره برشا، خاطر البعد وقت كانت في تونس الوجود نتاعها كانت الرقم نتاع التمويل كان خمسة اضعاف نتاع التمويل نتاع توا، خاطر هما اللي يعطي تمويل كان في تونس وكان بصفته في تونس كان يعطي اكثر ويكخوا بلوس اون تونيزي. هذاك عليه دونك اهم المشاريع اللي جابها البعد. بعد الفينانس دون تو لي سيكتور داكتيفيتي، فماش مشروع معين موجود دون بليزيور سيكتور داكتيفيتي. احنا اليوم البعد لانستيتيوشن، احنا بالانستيتيوشن اللي لا ومن بعد هي فما يا توت ان كوغولير كي بو معناتها اون ديكولي اوتوماتيكمون. حاجه مهمه برشا انا اللي حضوا لانونس اللي عملها اليوم مسيو جاكوب نتاع البعد، اون دي بلو بيلز انونس حسب رايي اللي البعد باش ترجع في تونس، ابار معناتها 200 زكسبات اللي باش يجيونا كيما قلت لك، مي فرص اخرى باش تكون كبيره. كما فسرت النقطة المهمة هي اللي معناتها ثبتوا مليح ولقاو تونس اون ايتي كونكورونس مع بلد شقيق وقالوا تونس نمشوا فيها. حالي خلينا نعملوا حوصلة على أهم الاتفاقيات اللي صارت اليوم، معناتها أعطينا كان هكا أهم الاتفاقيات اللي صارت. ولا صارت عدة اتفاقيات، قلت لك كما قلت لك الاتفاقيات هذه بكل باش يحكي عليهم رئيس الحكومة بعد في الندوة الصحفية تعطيكم التفاصيل كلها بالكذا بالكذا. أنا نحب نعرج على الموضوع ونرجع له نقول اليوم أنا مازلت أنا ساعة ولا ساعة ونص في الندوة هذه، ندوة نجحت على كل النواحي التنظيمية، نجحت من ناحية معناتها تعرفوا قضيها عندنا من عبد حب يشارك في الندوة هذه ولا 12,000 شخص حبوا يشاركوا فيها. واليوم قداش فما؟ اليوم قبلنا اعطينا 4,000 بادج للمشاركين، يظهر لي بالكل في كل وصلنا حتى عندنا 2700 شخص في هنا في قصر المؤتمرات، وهذه حاجه مهمه برشا. احنا بالاول بدينا نخدموا على 800 مشارك وصلنا نشوف وين وصلنا، هذه حاجه الاولى. وقت نشوف انا فما اكثر من 1200 شركه اجنبيه جات لتونس وهذه حاجه مهمه ورجعوا لبلادنا وشافوها وشافوا معناتها اللوجيستيك وشافوا ساو سي تري امبورطون، خاطر احنا من النقاط المهمه نتاعنا رجعوا تونس في الخارطه الاستثمار العالمي، وهذه حاجه مهمه برشا اللي قالها معناتها وزير الاستثمار الدولي عدة مرات وانا بيدي زاد قلت في عدة ندوات صحفيه. اليوم لازمنا نرجعوا تونس في الخارطه العالميه للاستثمار، واحنا خاطر عندنا توليزاتو كان هربوا علينا المستثمرين مده على خاطر الانستابيليتي بوليتيك وخاطر السيكوريتي، وهذا اليوم يظل تجاوزناهم بحكومه واحده وطنيه وتبارك الله توا لي زافونسي سيكوريتير واحد اوني ديفوني ان بي معناتها ويا اون افونسي سيكوريتير كبيره. كيما قلنا راهو احنا والبول
لي كابيتال اوروبيان الاخرين فما حتى فرق بيناتنا. بعد المؤتمر محضرين حاجه بعد المؤتمر لمواكبه كل هذه الاتفاقيات هذيا؟ فما يظل باش تكون خليه متابعه المؤتمر هذايا، ولازم تتكون الخليه هذايا مش نشوفوا فيها خاطر فما حاجات تصحوا، فما وعود، فما لانونس اللي صارت في الاوبنينغ البارح، فما برشا حاجات صحت، فما حاجات وعود مازالت ما صحتش، والوعود هذايا ما نجمناش نعملوا كيما المرات الاخرين تقعد وعود وما فماش كونكريتيزاسيون، لازم باش تكون فما فريق نتاع عمل باش يتبع الوعود هذايا. وانا يظل الديناميكيه اللي جات وراء المؤتمر هذايا ديناميكيه كبيره برشا، وقت تشوف انت عده صاروا بوكو دو سايد ايفانت، برشا لقاءات جانبيه، معناتها هذا بكله حسب رايي حاجه مهمه للندوه نتاعنا، وهذايا بدايه معناتها هذايا حاجه الاساس لازمنا نبنيو عليه، اون دو كابيتاليزي سيغ سيت كونفيرونس، مش هذايا سي با لا فيناليتي، نخرجوا اليوم نتنفسوا شويه ويلزمنا غدوه الصباح نرجعوا نخدموا معناتها وفيه معناتها، وهذايا لازم تكون سيت ديناميك، جو بونس كو سيت كونفيرونس ا دوني دي ليسبوار او جون، راهو اليوم تونس رجعت على الخارطه العالميه. شكرا لك مراد فرادي منسق العام للمؤتمر هذايا، احنا باش نرجعوا نواصلوا معاكم تغطيتنا المباشره، انتعاشه اقتصاديه شفناها زاده حتى في تيونانديكس اليوم في البورصه التونسيه 0.06 اللي بدات بها البورصه نتاعنا، ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما نشوفوا مع بعضنا الندوه الختاميه بحضور رئيس الحكومه. تفضلوا.